لكل محافظة عراقية تميز في أحد شوارعها أو معالمها الأثرية. في كربلاء التي تحتضن مراقد الأئمة المعصومين والعديد من محطات الاستراحة، من ضمنها شارع المجمعات الذي اتصف بالجمال والرواج المستمر لكثرة حركة المواطنين. معاناة كبيرة يعاني منها الكسب المتجولون في إيجاد مكان خاص لممارسة عملهم. جاي يصير حملات ما تجاوز وجاي مو بانتصاف، يعني قسم جاي يشيلوهم وقسم لا. أنا تعرضت لحالة التفليش البسطية اللي هي مصدر رزقي، من خلال تقريبا صارنا بالأربع أشهر احنا قاعدين بسبب حظر التجوال، وهي مصدر رزق الوحيد وجاي تمثل يعني عائلتي وكل رزقي عليها، فما جاي نشوف بانصاف، يعني قسم شيلوهم وقسم لا. وعافوا شارع السناتر على طوله الوحيد اللي اجتي الحملة علي، أنا أريد أعرف شنو السبب، يعني بما أنا خريج وعيشتي على هاي، وأبو البيت طبعاً أنا مفتح باب بيت مو على الجزرة الوسطية أو على الرصيف، هو أبو البيت نفسيته مخولني بهذا الشيء، إيش معنى يعني بس علي جايين. الجهات المسؤولة لها الدور الكبير في جعل شوارع المدينة تبدو بمظهر جميل، مشددين على رفع التجاوزات ضمان المساواة في عمل الكسبة ضمن أوقات تعينها بلدية المحافظة. شارع السناتر بصراحة احنا شارع حيوي، ما نسمح لحركة الناس والتجاوزات بصورة مستمرة عليها، هذا خلاص ما ممكن. لكن اكو اوقات معينة، شوف حضرتك اكو بعض المحلات اللي مطلعين اشياء تخص العروض او غيرها، هاي في ساعات معينة نسمح، ولكن طول دوام والنهار لا يمكن هذا. الكرفان اللي يشوفه هو قضية المصرف التي بي اي الموجود، قضية امنية. اما بقية التجاوزات احنا لا توجد تفرقة بين شخص وثاني، اللي يحس اكو مظلومية عليه او صار عليه نوع من الظلم جنى عليه، ابواب المديرية مفتوحة واحنا مستعدين. احنا نمر بظروف في هذه الفترة، بظروف جائحة كورونا وقدام تحديات، الحالة الانسانية موجودة مطلوبة، لكن ارجع واقول لك هذا الشارع حيوي وشارع استراتيجي اصبح لهذه كربلاء، لا يمكن التساهل او التهاون باي قضية تجاوز. ولكن ارجع واكد لك اللي عنده مظلومية او يشعر في اي شيء انه جرى ظلم عليه، احنا ابوابنا مفتوحة، وأنا يمكنهم أنا اللي أنتقل إلى، مو أنه شرط يراجع المديرية لغرض إنصافه. محمد باقر والعديد من الخريجين في مختلف المحافظات العراقية يعانون من فرص التعيين القليلة، وأيضا القطاع الخاص الذي يرفض إيجاد الفرص لهم لاستمرارهم بممارسة حياتهم الطبيعية أسوة ببقية الخريجين. لقناة التغيير الفضائية جاسم الهميم، كربلاء.